فنيجي النهارده بقى هنتكلم عن النظريه الحديثه، نظريه ارسطو وافلاطون وسقراط في قيام الدوله. دي النظريه اليونانيه القديمه يا شباب، تمام كده؟ تمام. فالنهارده بقى هنتكلم عن النظريه التانيه اللي بتفسر لنا الدوله قامت ازاي، تمام كده؟ او يعني المجتمع ده قام ازاي. فعندنا نظريه برضو اللي هي النظريه الحديثه اللي هي بتاعت العقد الاجتماعي. نركز كده، النظرية الحديثة في نشأة الدولة اللي هي نظرية العقد الاجتماعي بتوع مين؟ ها؟ كلمة كده عقد اجتماعي، يبقى بتوع علم الاجتماع. نركز، تمام كده؟ بيقولي إن الدولة ظهر ليها شكل جديد وسميناها الشكل الجديد بتاع الدولة ده بالدولة القومية. الدولة القومية القومية خلال القرن ال17 الميلادي في أوروبا بعد زوال نظام الإقطاع. يعني إيه نظام الإقطاع يا بنات؟ اللي هو النظام الملكي، وإن السلطة كلها في إيد اللي عندهم فلوس، تمام كده؟ وعندهم أراضي والكلام ده. فبعد كده جت ثورات وقالوا إحنا مش عاجبنا الحال ده، وإزاي ولازم يكون عندنا دولة قومية. يعني إيه دولة قومية؟ يعني السلطة بتتوزع على الشعب، مش طبقة الحكام بس اللي عندهم الأراضي والمال والباقي عبيد عندهم، تمام كده؟ يبقى إيه اللي خلى النظرية الجديدة دي تحصل، أو نظرية العقد الاجتماعي تظهر؟ إن خلاص الدولة بقى ليها مفهوم جديد، وسمينا الدولة دي ألو الدولة القومية. يعني إيه الدولة القومية؟ ألو، ها؟ معاك يا شيماء، سامعانا؟ أنا اللي قبل الدولة القومية ده ما سمعتوش. تمام يا مس، ادينا بنقول ان احنا ظهرت عندنا نظرية حديثة في تفسير نشأة الدولة. ايه اللي خلى النظرية دي تحصل او تحدث او تظهر بشكلها الحالي؟ ان شكل الدولة اتغير كتير عن زمان. شكل الدولة زمان كانت ماشية بنظام ايه يا شيماء؟ بنظام الاقطاع. يعني ايه الاقطاع؟ ها؟ يعني النظام ملكي وان السلطة كلها في ايد الحكام، تمام كده؟ والحكام هم اللي بيمتلكوا الأراضي والمال والسلطة كل حاجة، والشعب ده عبيد عند الحكام، تمام كده؟ هو ده كان نظام الإقطاع. كل واحد غني، ابن بقى مش عارفة مين باشا وبتاع ايه، باشا عنده 1,000,000 فدان، عنده 200 فدان، يشغل الناس عبيد عنده. جه بقى طبعا حصل ثورات وقالوا ما ينفعش ومش عارف ايه وايه وايه، والدولة انقلبت من نظام الاقطاع الى الدولة القومية. يعني ايه الدولة القومية؟ يعني الشعب ليه حق في انه يختار مين اللي يرأسه، الشعب ليه حق في تملك الاراضي، الشعب ليه حق ان هو يبقى ليه نفس، مش مجرد عبد عند الحاكم، تمام كده؟ فمن تمام. هنا برضو اتجه الفلاسفة بتاعوت القرن ال17 وال18 ان هم يشوفوا الدولة اتأسست ازاي، الدولة نشأت ازاي، تمام كده؟ عايزين يعرفوا الدولة ايه الحقوق بتاعت المواطنين بتاعتها، وايه واجباتهم ناحية الدولة، تمام كده؟ تمام. ففي الآخر بقى قالوا لي إن كتير من فلاسفة العصر ده انتهوا، يعني وصلوا إن نظرية التعاقد الاجتماعي هي أساس نشأة الدولة ومصدر سيادتها. وتعالوا بينا نشوف إيه هي بقى نظرية العقد الاجتماعي. بيقول لي إن نظرية العقد الاجتماعي ده مؤسسها مين؟ جون لوك، تمام كده؟ جون لوك ده فيلسوف، تمام كده، اتكلم في نشأة الدولة ما بين سنة 1632 ل 1704، وقال لي إن المجتمع بينشأ عن طريق إيه؟ إن الأفراد بتتنازل عن بعض حقوقهم الطبيعية لشخص أو لبضعة أشخاص،
يكونون حكومة غايتها توفير القضاء العادل الذي يحقق استقرار الحياة والسلام للمواطنين. يعني ايه الكلام ده يا إلسا ويا شيماء؟ يعني مين يعني شو؟ صحاب الدولة؟ مين صحاب الدولة؟ الأفراد بتاعت الدولة، تمام؟ يعني الشعب هو صاحب الدولة. بس بيعمل ايه الشعب ده بقى؟ بيتنازل عن شوية من حقوقه الطبيعية ويديها لفرد أو مجموعة أفراد ويقولوا لهم انتوا الحكومة، تمام كده، هنديكوا السلطة، هنديكوا كل الإمكانيات وكل الموارد تحت ايديكوا، بس بشرط، ها، ان انتوا هتوفروا لنا حكومة عادلة، قضاء عادل. القضاء العادل ده هيساعد في ايه؟ استقرار الحياة والسلام للمواطنين. صعبة كده يا شباب؟ لا تمام يا مس. طيب، يبقى نظرية العقد الاجتماعي مين مؤسسها؟ جون لوك، تمام كده؟ ماله الحاج تمام. جون لوك قال لنا ايه؟ قال لنا ان المجتمع والدولة بتحصل ازاي؟ ها، لما الافراد اللي هو شعب الدولة دي بيتنازل عن شوية من حقوقه الطبيعية ويدي الحقوق والسلطة دي لشوية من الأفراد أو فرد ويقول لهم كونوا لنا حكومة، بس الحكومة دي علشان نعتد بيها وعلشان نسيب لكم الدنيا كده ونتنازل لكم عن حقوقنا دي، ايه اللي هيحصل؟ توفروا لنا قضاء عادل. القضاء العادل ده هيعمل لنا ايه؟ هيعمل لنا استقرار الحياة وان هو يحقق السلام للمواطنين اللي عايشين في الدولة دي. اتفضلي يا إلسا. آخر جزئية مش فاهماها، ممكن تعديها؟ اللي هي بتتكلم عن ايه؟ اللي هي بتاعت المجتمع لازم يتنازل عن بعض حقوقه عشان يتوفر لا، قضاء مش عادل، المجتمع، افراد المجتمع. أفراد المجتمع. أنا مش مستوعباها، ما دخلتش دماغي. حاضر، نقوم دلوقتي ونقول تاني. احنا دلوقتي بنتكلم عن نظرية من النظريات اللي فسرت قيام الدولة، يعني الدولة دي حصلت ازاي، ايه اساس نشأتها. فجه جون لوك هنا وقال لي ان انا عندي نظرية اسمها نظرية العقد الاجتماعي. يعني ايه العقد الاجتماعي؟ يعني في عقد ما بين الشعب والحكومة، تمام؟ يعني ايه برضه يا مس؟ يعني الحكومة او الدولة نشأت ازاي؟ ها، لما الشعب قال انا هتنازل على بعض عن بعض من حقوقي واديها لشخص او مجموعة اشخاص وهسميهم الحكومة، والحكومة دي مختصة بتوفير ايه؟ بتوفير قضاء عادل. القضاء العادل ده بيساعد في ايه؟ في استقرار الحياة والسلام للمواطنين. يعني ايه؟ يعني في دولة وفي حاكم، بس الحاكم ده ما يقدرش يتنفس ولا يعمل حاجة إلا بإرادة الشعب، تمام كده؟ تمام. صعبة كده يا مس؟ لا لا يمس. إيه اللي خلى جون لوك يقول الكلام ده كله أصلا؟ نرجع تاني، إن خلاص نظام الإقطاع انتهى والدولة القومية. يعني إيه الدولة القومية؟ اللي أنت بتختار الرئيس بتاعك، انت بتحدد للحكومة تعمل لك ايه وتقدم لك ايه، تمام كده؟ هو ده اللي خلى جون لوك يقول ان الدولة نشأت بسبب، ها، تنازل افراد المجتمع عن حقوقهم الطبيعية، عن بعض حقوقهم الطبيعية، وان هم يدوا الحقوق دي لشوية من الافراد وسميناهم حكومة، والحكومة دي مختصة بان هي تتحقق لنا قضاء عادل، تمام كده؟ والقضاء العادل ده هيعمل لنا ايه؟ ها، هيحقق لنا استقرار الحياة والسلام للمواطنين. صعبة كده؟ لا يعني لا الحاكم سلطته بتيجي منين؟ من إرادة الشعب. الشعب هو اللي بيحرك الحاكم وبيقول له يعمل ايه وما يعملش ايه. صعبة كده؟ لا يا ميس. طيب، تعقيدنا يعني ايه تعقيب؟ يعني تقييمنا.
تقييمنا لكلام جون لوك ده ايه؟ قلنا ان فعلا جون لوك اكد ان البشر والافراد اللي عايشين في المجتمع ليهم حقوق طبيعية، تمام كده، وفي قوانين ها بتحمي الحقوق دي، تمام كده، وان فعلا زي ما هو بيقول ان حكم الاغلبيه هو افضل انواع الحكم، لان الاقليه اذا حكمت بتحكم لمصلحتها يا مس، تمام، عشان تحقق الرغبات الشخصيه بتاعتها وتحقق المنافع عن طريق الاستبداد للشعب، تمام كده. تمام. يبقى عندي هنا بقى سؤال ممكن تجاوبين عليه يا إلسا، تمام يا ميس. طب انا صوتي واضح؟ واضح يا مس، اتفضلي. طب الحمد لله، ما نحسبش التليفون. المجتمع السياسي يقوم بتحديد مجموعة من الأفراد بإيه؟ بمحض إرادتهم، بمحض إرادتهم، بمحض إرادتهم يعني كامل هيئة، إرادتهم يا مس، أيوة هيئة هيئة يعود يرون إلى أنها صالحة صالحة تتولى قيادة قيادة المجتمع. المجتمع. لوك، أيوة طبعا، جون لوك، صح كده يا مس، هو اللي قال لي إن المجتمع السياسي أو الدولة بتحصل إزاي. الدولة بتحصل عن طريق إن الأفراد بيختاروا حكومة، أو الشعب بيختار حكومة ويحدد للحكومة المفروض تعمل إيه وتسوي الو، إيه وتقدم لهم إيه. معاك يا شيماء، تبعنا؟ ايوه طيب انا نيجي بيروح بقى، عندي فجأة، بتقولي ايه؟ الصوت عندي فجأة بيروح، يبقى عندك مشكلة نت يا مس. هو النت بلش يخلص من تمام، كده. نيجي بقى للجزء اللي بعد كده اللي هنتكلم عنه برضو، اللي هو بيتكلم عن ايه، عن فلسفة الحكم بقى. احنا خلاص عرفنا الدولة قامت ازاي، تمام كده، وعملت ازاي وظهرت ازاي ووصلت للي هي وصلته ده ازاي، وشفنا النظريات بتاعة الموضوع ده. دلوقتي بقى محتاجين ندخل على الفلسفة السياسية أو فلسفة الحكم ومفهوم الدولة، تمام. بيقول لي إن عندي هنا أرسطو ميز ما بين الحكومة والدولة، أرسطو ميز ما بين، لأن بس عايزين نفهم إن الحكومة غير الدولة، تمام، وعرف لي إن الدولة هي مجموع المواطنين. الدولة هي إيه؟ مجموع المواطنين. أما الحكومة ها هي هيئة من هيئات الدول الثلاث، تمام كده. الحكومة هيئة، من هيئات الدول الثلاث. حاجة واحدة، لكن الدولة هي كل، الدولة هي مجموع المواطنين، هي كل المواطنين. أما الحكومة هي شوية من المواطنين دول، تمام، ومثلناهم في 3 هيئات: هيئة تشريعية، هيئة تنفيذية، هيئة قضائية. صعبة كده يا مس؟ جميل على كده. في أي مشكلة حد هنا يا بنات؟ لا يا مس، لا طيب، تمام. يبقى أرسطو ميز لي ما بين الحكومة، وقال لي إن الحكومة دي هي هيئة من الهيئات. أما الدولة، الدولة بمعناها الشامل، هي مجموع المواطنين اللي عايشين في الدولة دي. طيب، ممكن برضو نقول تعريف جامع أو تعريف اتفق عليه كتير من العلماء في تعريفهم للدولة، تمام كده، اللي هو إيه الدولة؟ قالوا على الدولة إيه؟ إن الدولة هي اجتماع مجموع المواطنين اجتماعا دائما، البقاء على أرض معينة، على أن يكون للمواطن ها موارد مائية، تمام، مالية، ونظم اقتصادية واجتماعية وسياسية وراء أهداف عامة ومشتركة. يعني إيه؟ يعني الدولة دي
هي مجموعة المواطنين، بس ايه بقى، مش كل مواطن في حتة لوحده، تمام كده؟ مش كل مواطن ليه حكومة لوحده، مش كل مواطن ليه قواعد وسلوكيات لوحده، لا، هو بنجتمع في مكان واحد كلنا، تمام كده، على أرض معينة، وكل مواطن، تمام، ليه موارده المالية وليه نظامه الاقتصادي، بس كلنا بنسعى وراء أهداف عامة مشتركة. صعبة كده يا بنات؟ لا تايمز يبقى الدولة ايه هي؟ ها، مجموع المواطنين مالهم بقى، مجتمعين، اجتماع دائم في حتة معينة او في ارض معينة، بس كل مواطن ليه موارده المالية، نظامه الاقتصادي، شكله الاجتماعي، بس كلهم ماشيين ورا ايه؟ ها، ماشيين ورا تحقيق هدف معين وهدف مشترك على الكل. صعبة كده يا بنات؟ لا تمام. طيب الحكومة بقى، الحكومة تعرفها ايه؟ الحكومة دي مجموعة من الأشخاص، من الدولة، شوية أشخاص كده، مالهم؟ وليناهم السلطة، قلنا لهم اتفضلوا، تعالى يا محمد، تعالى يا حسين، تعالى يا السيد، تعالى كده، اجتمعوا على بعض، انتوا الحكومة، تمام؟ مالهم بقى الحكومة دي؟ هي أداة منفذة لرغبات الدولة، واحنا قلنا الدولة من شوية هي مين؟ مجموع المواطنين، يعني الدولة أو الحكومة دي هي السلطة، احنا اللي قلنا لهم اتفضلوا السلطة معاكم اهو، بس على شرط هتنفذوا ها رغباتنا، تمام كده؟ والحكومة مش في ايديها سلطة، الحكومة مسيرة وراء آراء الشعب، تمام كده؟ هي تمام الحكومة سلطة بتنفذ، بس سلطة تنفيذية بتنفذ مين؟ رغبات الدولة، اللي هي مين الدولة؟ المواطنين، تمام كده؟ تمام يبقى عشان بس نختصر الكلام، الدولة هي مجموع المواطنين، الدولة هي كل المواطنين، الحكومة شوية من المواطنين دول اديناهم السلطة ان هم ينفذوا رغباتنا احنا كمواطنين. صعبة كده؟ لا نايس طيب عندي سؤالين هنا، اتفضلي يا شيماء اول سؤال، وإلسا تقول لي تاني سؤال. مجموعة من الناس ثانية واحدة سقطا إقليميا معين إقليما معينا وتخضع للسلطة لسلطة سياسية تدير شؤونها بهدف تحقيق أغراض محددة سلفا يصف ذلك مفهوم الحكومة يصف ذلك مفهوم لا لا مجموعة من الناس الدولة بالظبط كده، الدولة. نيجي بقى لرقم 2 يا إلسا، مجموعة جهات ثانية مجموعة جهات الحاكمة للدولة أي السلطات العامة في الدولة يلخص ما سبق مفهوم الحكومة الحكومة، صح كده يا مس، دول السلطة، تمام كده، السلطات العامة اللي بيحققوا لنا رغباتنا في الدولة. صعبة كده؟ الحكومة بتحقق رغبتنا في الدولة اه، امال ايه، احنا اللي معينينهم، امال ايه، امال ايه اللي بيخلي الحكومات تنهد؟ ما هي مش بتكون محققة مطالب الشعب، فالشعب هيثور وهيبهدل البلد، فبالتالي بنغير الحكومة دي بحكومة جديدة، بحيث ان هي تعمل له ايه، تحقق له اهدافه ورغبات الدولة. نيجي بقى دلوقتي احنا فهمنا يعني ايه حكومة، يعني ايه دولة، نيجي بقى نشوف الفلسفة، طبعا ما بسيبش حاجة في حالها، ولازم مدخلة نفسها في كل حاجة كده، وحشرة نفسها في كل حاجة، اللي هو حقك ايه يا مس، ها، اللي هو ايه، دلوقتي بقى هنشوف بعض النماذج، نظريات الحكم والحكومات في الفلسفة الإسلامية والغربية، يعني هنشوف رأي المذاهب والفلسفات، تمام كده، في إن الدولة إيه واجباتها، إيه مسؤولياتها، الشعب لازم يتعامل مع الدولة إزاي، الكلام ده كله.
عندي أول فلسفة في الحكم هي فلسفة الإسلام، الفلسفة الإسلامية، تمام كده؟ تعالي ما نشوف بقى الفلسفة الإسلامية نظرت للحكم إزاي. قالوا إن الخلفاء الراشدون أقروا بمسؤوليتهم أمام الأمة وحق الشعب في محاسبتهم. يعني إيه؟ يعني أنا أهو الخلفاء الراشدون عندنا، تمام كده؟ قالوا إيه؟ إن الشعب ليه حق في إنه يحاسبني، تمام كده، لو عملت حاجة غلط، تمام يا شباب؟ مش أنا اللي ليا تمام. سلطة إن أنا أحاسبهم. في قوانين بتنظم المجتمع والكلام ده كله، بس برضو الشعب هو اللي مختارني، هو اللي ولاني، فبالتالي الشعب لو مش حققت له مطالبه يقدر يحاسبني، تمام؟ تمام. مثال عندي، تعالوا ما نقرا المثال. بيقول لي: روي أن أبا بكر أول الخلفاء المسلمين قال في أول خطبة له: إني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني. يعني بيقول لهم أنا أهو قد وليت عليكم، إن أنا مثلا أنا اللي بدير شؤون البلد، تمام؟ تمام. وأنا مش خيركم، يعني مش أحسنكم، عشان كده بقيت أنا الإيه الرئيس. لا، ده أنا مش خيركم، أنتوا اللي وليتوني المهمة دي، تمام كده؟ فلو لقيتوا مني حاجة كويسة وفعلا حققت لكم اللي انتوا عايزينه، ادفعوني للأمام دايما وعينوني. لكن لو أسأت مثلا، أو مثلا ما قدرتش أقوم بالوظيفة على أكمل وجه، أو قصرت في حاجة معينة، تعملوا إيه؟ قوموني، يعني قولوا لي أنت ماشي في الطريق الغلط، فيا ريت تعدل من اللي أنت ماشي فيه، تمام كده؟ بيقول لي ان القرآن عندنا ما حددش شكل للحكومة يعني، وحدد المبادئ بتاعت الحكومة، بس قال لنا ايه؟ قال لنا ان اساس الحكم العادل، ها، العدل، او اساس الحكم الصالح العدل، علشان دايما دولتك تبقى ماشية بميزان كويس، تبقى محققة دايما لشعبها الحاجات اللي مطلوبة، لازم الحكم يكون بالعدل، من غير ما يكون انك تستخدم سلطتك بما هو سيء في حق الناس، او مثلا تيجي مع حد على حد. لا، حكم بالعدل، الغلطان او المخطئ يتحاكم ويتعاقب، تمام كده، والشخص اللي معاه الحق ياخد حق، تمام كده يا بنات؟ من تمام. اللي سبق كده، من الكلام اللي قبل كده، شكل الحكم ونظام الحكم عندنا في الإسلام عامل إزاي؟ بيقوم على أساس العدل يا شباب، تمام كده؟ عدل، تمام. وإن إحنا أنا حاكم، أنا حكومة، بس أنا ماشية تبع رغبات الشعب، بحاول إن أنا أحقق له أفضل حياة. فتعالوا نشوفوا بقى، عندنا اسم جديد، الحاج الفارابي، ها، من فلاسفة الإسلام، الفارابي ونظم الحكم. ماله الفارابي بقى؟ بيقول لي إن منزلة الفارابي في الإسلام، ها، بتعادل منزلة أفلاطون عند اليونان، تمام؟ يعني احنا احترامنا وتقديرنا وبقى، ويعني ان احنا مكبرين الفارابي ده زي ما كان اليونانيين مكبرين افلاطون. ليه بقى؟ التقدير ده جه منين؟ علشان ان الفارابي كان دايما بيحاول ان هو يوفق ما بين الفلسفة، تمام كده، وما بين اللي المفروض تكون عليه الحياة السياسية، علشان تتحقق السعادة والحياة الصالحة الكاملة للبشر. صعبة كده؟ لا تايمز يبقى الفارابي ماله؟ مكانته عندنا في الإسلام
في الفلسفة الإسلامية زي ما كانت أفلاطون عند اليونانيين. ليه؟ علشان دايما الفارابي كان بيحاول يوفق ما بين الفلسفة والنظام السياسي، تمام كده؟ علشان إيه؟ علشان يحقق السعادة والحياة الصالحة الكاملة للبشر. طيب الفارابي آراءه السياسية جت منين؟ كان متأثر جدا بجمهورية أفلاطون اللي هي إيه؟ فاكرين الدولة المثالية؟ فاكرين الدولة المثالية يا شباب؟ ايوه فالفارابي عندنا في الإسلام كان متأثر بالدولة المثالية بتاعت أفلاطون، ولكن سماها عندنا في الفلسفة الإسلامية إن هي إيه؟ المدينة الفاضلة، تمام؟ اللي بيعمها الرخاء والسعادة والعدل ما بين الأفراد المجتمع بتاعتهم. طيب آراء بقى وفلسفة الفارابي السياسية كانت يعني بتنص على إيه؟ إنه نفسه يعمل المدينة الفاضلة، نفسه يحقق المدينة الفاضلة، نفسه يبني مدينة فاضلة بيتحقق فيها السعادة للبشر على الأرض جميعا. اسمعوا بقى الكلام الجميل. حيث رأى الفارابي أن المدينة الفاضلة دي هي مجتمع سياسي، ماله؟ بيقوم على أساس توحيد الأمة في ظل حاكم مركزي قوي فاضل عادل، الله، يتصف بالحكمة ويحكم وفقا للشرائع والقوانين السليمة، تمام كده؟ تمام. وفضل الفارابي يناضل من أجل إن الدولة اللي هو عايش فيها دي تكون أقرب إلى المدينة الفاضلة وتحقق السعادة للي عايشين فيها ويحكم بين الناس بالعدل والدنيا تبقى جميلة جدا والناس عايشة في دولة مثالية. مثالية يعني ما فيهاش مجال للخطأ، تمام كده؟ وقال لي كمان إن الأمة الفاضلة مالها بقى يا حاج؟ مش الحكومة بس يا حبيبي هي اللي بتحقق لي الدولة المثالية دي، لا، الأمة نفسها كمان، الشعب نفسه بيتعاون، تمام كده، مع حكومتها علشان يحققوا السعادة. تمام كده يا شباب؟ تمام. صعبة لحد هنا؟ لا يبقى الفلسفة الإسلامية دايما بتحث على ايه؟ العدل والمساواة وان احنا نحقق السعادة والرخاء لأهل البلد. مين أشهر الفلاسفة بتاعتنا؟ الفارابي. الفارابي زي عندنا في الإسلام زي مين؟ زي أفلاطون عند اليونانيين. طيب وبعدين؟ وبعدين يا بنات، ها، كان دايما متأثر بآراء مين؟ أفلاطون، اللي هو كان بيتكلم أفلاطون عن مين؟ عن الدولة المثالية. فالدولة المثالية عندنا في الإسلام سميناها إيه؟ ها، المدينة الفاضلة. وقال لي إن المدينة الفاضلة دي عبارة عن، ها، مجتمع سياسي بيقوم على توحيد الأمة في ظل حاكم جميل لذيذ قوي فاضل عادل بيحكم وفق للشرائع والقوانين السليمة. والحاكم ده ما بيقدمش في ملطة لروحه، لا، الأمة الفاضلة كمان هي اللي بتساعد الحاكم ده في إن هو يحقق السعادة لجميع أفراده. صعبة كده يا بنات؟ لا تمام. طيب اتفضلي يا انسه، جاوبيني على اول سؤال مش عايزاكي تجاوبي على تاني سؤال. تمام. من أهم المبادئ التي تقوم عليها الفلسفة، فلسفة الحكم، هي عدم وجود فوارق بين المواطنين، فكلهم سواسية أمام القانون، لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات. يتفق ذلك مع فلسفة السياسة الإسلامية؟ الإسلامية طبعا يا مس سواسية، الناس سواسية، ما فيش فوق وتحت، كلنا واحد وبنسعى لتحقيق المدينة الفاضلة وإن احنا نعمل إيه؟ ها،
نحقق الرخاء والكلام ده كله. رقم اتنين بقى، ثانية واحدة. كما أن العضو الرئيسي بالإيه؟ بالبدن، بدن الجسم. بالبدن هو أها بالطبع الأكمل أعضائها، فكذلك رئيس المدينة هو أعدل أجزاء المدينة وأكملها. يوظف ذلك الفلسفة السياسية عند فرابي لوك. عند ركزي، بيقول لك اعدل اجزاء المدينه. احنا قلنا ان المدينه الفاضله عند الفارابي، مين اللي هيرأسها؟ رجل قوي، حاكم ايوه عادل، حاكم تمام كده، بيحاول ان هو يحقق السعاده والرخاء لاهل بلده. ايوه صح. الفرابي. صعبه كده يا مس؟ لا نيجي بقى للرأي الثاني، او طبعا احنا عارفين بعد كده يا شباب، خلوا بالكم يا بنات ان دايما رأي الاسلام هيبدأ معانا من هنا بقى. بقى عندنا فلسفة اسلامية، تمام كده؟ نيجي بقى نشوف فلسفة الحكم، مين اللي يتولى الحكم في الفلسفة الغربية، تمام كده؟ عندنا أشهر بنتكلم في الحكم ونظام الدولة والكلام ده كله، جان جاك روسو، تمام كده؟ هتلاقوا دايما بنذكر اسمه الأخير، روسو. ماله روسو؟ ها؟ ألف روسو كتاب العقد الاجتماعي. كتاب العقد الاجتماعي يا بنات، في اي مشكله لحد هنا يا بنات؟ انا لا حاسه ان انتوا سقطتوا. احنا اخدنا لحد مين لحد دلوقتي؟ اخدنا جون لوك بروستو بتاع نظريه العقد الاجتماعي، واخدنا الفارابي بتاع الفلسفه الاسلاميه، ايوه تمام كده؟ تمام. نكمل بقى، نكمل مين معانا بقى؟ الفلسفة الغربية، نشوف فلسفتهم في الحكم كانت ايه. يعني ايه فلسفة الحكم؟ يعني اصل الحكم ايه يا بنات؟ كلمة فلسفة يعني اصل، تمام كده؟ تمام عندنا مين؟ جان جاك روسو، هنقول دايما عليه روسو، تمام كده؟ جان جاك روسو. ماله روسو بقى؟ بيقول لي ان روسو ألف كتاب اسمه العقد الاجتماعي. اسمه ايه؟ العقد العقد الإلكتروني. الاجتماعي، تمام كده؟ وهي الكتاب ده بيشمل كل آرائه في الفلسفة السياسية وفلسفة الحكم. ماله بقى روسو؟ قال لي يا أهل الخير، الإنسان ولد حر. ماله يا عم؟ الإنسان ربنا خلقه حر، لكن يا عيني المجتمع السياسي سرعان ما كبله بالقيود، تمام كده؟ يعني إيه؟ يعني المجتمع رسم له خريطة يا عيني الإنسان يمشي من خلالها وبس، تمام كده؟ أول حاجة عند جان جاك روسو، روسو ألف كتاب اسمه إيه؟ اسمه العقد الاجتماعي. وضحت لنا إيه بقى؟ وضح لنا كتاب العقد الاجتماعي ده إيه؟ فلسفة روسو السياسية. وأول حاجة قالها روسو معانا، قال إيه؟ قول لنا يا عم، الإنسان ولد حرا، ومين اللي أيده يا حاج؟ المجتمع السياسي، تمام كده؟ وده كلام مين؟ أستاذنا الجميل، ها؟ جون لوك، تمام كده؟ روسو قال ايه كمان؟ ان الدولة المثالية هي اللي بيتمتع فيها الانسان بالحرية الطبيعية مع خضوعه للقانون السياسي.
طيب يا عم، انت قلت اهو يعني لازم يكون في قانون، بس لازم يتمتع بالحرية برضه. رقم 2، ان الحل الوحيد عشان نوفق ما بين حرية الفرد، ثواني يا بنات ثواني، الساف. بصي انا هروح الحمام ثواني واجي. ماشي ماشي. معايا يا بنات؟ أنا معاكي، بس شيماء راحت تعمل حاجة وجاي. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم ورحمة السلام. الله وبركاته. أنا بس رحت الحمام شوية وجيت بس. ماشي يا مس، عادي ما فيش أي مشكلة. بلاش تقولي حمام دي يا شيماء، عشان الفيديو ده بينزل على اليوتيوب بيقولوا. أهم الأول إيه؟ عادي فيها ايه يعني، ده طبيعة بشرية يعني. يلا أقول نكمل إيه؟ يا أنت بنات، أول واحد. يلا نكمل، تمام يلا بينا نكمل. قلنا ان رسو، رسو ماله؟ روسو عمل ايه شو يا شباب؟ عمل كتاب سماه العقد الاجتماعي، تمام كده؟ روسو سمى الكتاب العقد الاجتماعي، والكتاب ده كان هو ملخص فلسفة روسو في نظام الحكم والكلام ده كله، ماشي؟ وقال لي
ان رأي روسو تمام كده قال ان الايه، ان الانسان ولد حر، ولد حر تمام، يعني ايه؟ بس القانون والمجتمع السياسي، ثواني بس يا بنت معلش انا اسف، تمام. ايوه إلسا أفندم ايه قصدك؟ ايه طيب ليه؟ اشمعنى؟ هي الناس مالها يعني تعرف خصوصياتك يعني الناس مالها. الله يضحك يعني مش طيب لازمتي مثلا. طيب روسو ألف لنا كتاب اسمه العقد الاجتماعي يا بنات تمام، وقال ايه في الكتاب ده؟ ان الانسان ولد حر، يعني ايه؟ اتخلقنا احرار، بس المجتمع السياسي هو اللي قيدنا بالقيود تمام كده، هو اللي مسكنا بالقيود. وبيقول كمان ان الدولة المثالية، ماشي انا معاك في الدولة المثالية، الدولة المثالية والدولة الكويسة جدا اللي هي فل خالص ماشي، الانسان هيعيش فيها هيتمتع بحريته الطبيعية مع خضوعه للقانون السياسي، وايه كمان، وان علشان نوفق ما بين حرية الفرد ونظام المجتمع تمام كده، لازم الفرد هو اللي يكون، ها هو اللي يكون ايه يا شباب، اللي محدد القوانين تمام كده، يعني الاشخاص يجتمعوا على قوانين محددة تحكم ما بينهم تمام كده، وبغير هذه الموضوع او هذه النقطة، من غير النقطة دي الإنسان لا يمكن يكون حر. يعني لو مجموعة من الأفراد بس اللي بيحددوا للإنسان يعمل إيه، لا كده الإنسان مش هيكون حر والدولة مش هتكون مثالية تمام. أما لو مجموع الشعب كله هو اللي حدد القوانين اللي بتحكمه، يبقى كده الإنسان حر وهو عايش في المجتمع وفقا لإرادته. بيقول لي إن الفرد ماله لما بيبرم عقد اجتماعي، يعني لما بيبرم يعني ايه يا شباب؟ يعني لما لما بيعمل صفقة كده، بيعقد عقد او بيتفق على حاجة تمام، فإنه يتنازل ها بمقتضاه عن بعض حقوقه الشخصية، لا لشخص معين او عدة اشخاص، بل يتنازل للمجموع. يعني انا كأسماء ماشي، لما اقول ايه، اه ماشي انا عايز حكومة والحكومة دي هي اللي تعمل لنا وتسوي لنا والكلام ده، انا مش بتنازل عن حقوق الطبيعية للحكومة دي، انا بتنازل لحقوق الطبيعية للمجتمع كله تمام. عارفين اللي هو يعني ايه، اللي هو ايه، بميل شوية علشان العجلة تمشي عشان الكل يستفيد، ولكن في الوقت نفسه ها انا عندي حرية وبضمن المساواة ما بينه وما بين غيري تمام كده، وكلنا سواسية في المجتمع. ورأى روسو برضو ان الحكومة لابد ان تخضع لرأي مجموع الشعب بحيث لا تطغى فئة منه على اخرى، ولا يجوز للحكام ان يخرجوا عن إرادة الشعب تمام كده. ومن كلام روسو وآرائه وصلنا ان الحاج روسو ده كان يعني فلسفته كلها منطلقة من مبدأ الديمقراطية، كان ماشي على مبادئ الديمقراطية اللي بتحمي حقوق الأفراد وبتدافع عن حريتهم وبتعمل على تحقيق نوع من المساواة في الحقوق والملكية بين المواطنين. صعبة كده يا بنات؟ لا لا ثانية. هي سهلة جدا، بس الكلام كتير، انت محتاجة بس تقعدي تلخصي الكلام ده مع نفسك، واحد اتنين تلاتة آراء روسو، واحد اتنين تلاتة تمام كده، أرسطو 1 2 3 روسو جان جاك روسو. رسو ماشي صعبة كده يا بنات؟ نو لا تمام. أكيد. طيب ممكن تجاوبي لي يا شماعة السؤال ده؟ يو
أن مفهوم الحكم يعني الانتقال من الوضع الطبيعي إلى وضع يسوده القانون والسلطة، تهدف لتأمين حياة جميع الناس وحريتهم وممتلكاتهم. يجسد ذلك الفلسفة السياسية عند روسو. عند روسو. تمام كده يا ميري، في اي مشكله لحد هنا يا بنات؟ نو يبقى بقى اول ما نتكلم في ديمقراطيه وفسر الدوله المثاليه وفسر الدوله الكويسه بالديمقراطيه مين؟ روسو يا بنات. ها، خلوا دايما كده الفارابي ألف سلامة يا ميس، ده احنا الله كلنا يسلمك. عيانين بقى. لا لا، انا شرقت بس. ده أنا بحسبها كحة لا لا، صحة. نركز يا بنات ان نعم اللهم صل على النبي، افلاطون كان الدولة بس السلام. المثالية، تمام. الفارابي المدينة الفاضلة، تمام كده. ده على كده بقى روسو، مش في مدينة فاضلة ولا لأ؟ انت شايفة؟ ما انت شايفة الفارابي. بص يا بنات، اصلا كون ان انا اقول لك دولة مثالية ليه؟ هو انا اللي معايا ملايكة في الدولة عشان ابقى متاكده ان الملائكه هتمشي على السطر مش هتسيبه؟ فهماني؟ هي دي وصلوا حاجات بيطمحوا انهم يوصلوا لهم، عايزين. لا مش بس طبعا. انت شايفه احنا في دوله مثاليه؟ خالص. طيب بالظبط كده، احنا بنحاول. هما كانوا قاعدين بس ايه، عمالين يناشدوا في الحكومات والشعوب ان هم يعني ايه يمشوا تبع الحاجة دي. نيجي بقى للحكم الديمقراطي في العصر الحالي. تمام يا بنات، تمام. ماله بقى؟ بيقول ان الديمقراطية اصبحت في عصرنا الحالي اوسع نظم نور الحكم انتشارا. ولا ليه؟ لان الديمقراطية دي هي حكم الشعب. وبنعمل ايه؟ بنكون الحكومات دي ليه؟ عشان تعمل لمصلحة الشعب. يعني الشعب مش هيضر نفسه، ايوه تمام كده. وعندي يعني ايه جزئين محتاجة افرق ما بينهم، الديمقراطية زمان كانت عاملة ازاي والديمقراطية النهاردة عاملة ازاي. الديمقراطية قديما كانت مباشرة. مباشرة يعني ايه؟ لأنها تتيح لجميع المواطنين الأحرار التعبير عن إرادتهم وتوجيه الحكم، وكان ذلك ممكنا في الدول الصغيرة المحدودة كالمدن اليونانية. تمام، كان في ديمقراطية، ما كانش في حاجة بتحصل إلا لما الكل يكون موافق عليها. تمام كده. ليه؟ لأن الدول كانت صغيرة يا بنات، ونقدر نوصل لآراء الشعب كلها ونقدر نوصل لحل مشترك. أما الديمقراطية دلوقتي بقت غير مباشرة. ليه؟ بسبب اتساع البلاد وكثرة أعداد السكان بقى والكلام ده. عمل إيه بقى؟ فقالوا إحنا لازم، ها لازم إيه؟ ناخد أسلوب التمثيل النيابي اللي هو نظام مجلس الشعب. ناخد من كل محافظة مثلا أو من كل مدينة من كل قرية واحد ممثل، تمام كده، النائب بتاعهم بيتكلم بصوتهم، تمام كده يا بنات، وبيسعى لمصالحهم. والديمقراطية عندنا دلوقتي حصلت ازاي؟ ان احنا بنختار الحاكم بتاعنا، بنختار، تمام كده، مين اللي يحكمنا، ولا عايزينها ورث من حاكم لحاكم، ولا ان احنا نختار الحاكم بتاعنا. يبقى نفرق ما بين يا بنات، الديمقراطية زمان كانت عاملة ازاي؟ مباشرة. ليه؟ بسبب اعداد السكان الصغيرة.
نقدر نوصل ألف باء لنقطة مشتركة كلنا واحنا قاعدين على ألف باء نفس القعدة، مكتوب. أنا بجيب تمام؟ أما الديمقراطية حديثا غير مباشرة، لازم حد يمثلها. ليه؟ بسبب زيادة عدد السكان واتساع الدولة والكلام ده كله. صعبة كده؟ معايا يا بنات؟ وربنا مع حضرتك. طب ممكن تقري لنا بقى الخلاصة دي يا إيسا؟ ماشي. هي فين؟ الخلاصة: الفلسفة السياسية تقوم بدراسة كيفية تحقيق أكبر قدر من العدالة والحكمة في المجتمعات السياسية في بالراحة يا إيسا، محاولة من بالراحة الارتقاء. بالراحة بالراحة، خدي نفس جملة وجملة. ماشي تمام. الفلسفة السياسية تقوم بدراسة كيفية تحقيق أكبر قدر من العدالة والحكمة في جماعة المجتمعات السياسية في محاولة للارتقاء بالقيم السياسية في المجتمعات ألو، الإنسانية، وقد ظهر تمام، ذلك سامعيني بوضوح. كشيماء؟ وقد يا ظهر ذلك الكهرباء قطعت عندي على فكرة، الكهرباء؟ وما سمعتش أي شرح في الحتة دي. حتة ايه؟ هي اللي بتقراها إلسة دلوقتي. ما احنا لسه إلسا بتقراها، ما شرحناهاش. تمام. دي طب الخلاصة، خلاصة الكلام اللي احنا قلناه فوق كله. اهو، طب اكمل اتفضلي ولا اقرا من اول وجديد؟ اتفضلي يا إلسا. من اول وجديد ولا اكمل؟ لا كملي يا مس. وقد ظهر ذلك بوضوح منذ مطلع العصر الحديث، حينما ظهرت نظرية العقد الاجتماعي على يد فلسفة التنوير، مما أدى إلى بزوغ عصر الديمقراطية الغربية الحديثة. ثاني حاجة: الفصل بين السلطات. لابد من الوعي السياسي لدى المجتمع من أجل المشاركة الفعالة وتغيير الفكر للوصول بالمجتمع إلى أعلى مستوى من الانتاج.